كم بيحافظ على عمله فرد أمن بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ كان يقف على باب عناية العناية المركزة الساعة 2 بالليل. جالوا شخصين عايزين يدخلوا العناية المركزة للاطمئنان على بعض الأشخاص. أخبروه بأنهم أطباء، طلب منهم إثبات شخصية وخد الإثبات الشخصية ودخل على حد وصف الأهل. دخل العناية المركزة، الطبيب اللي في العناية قال له انتظر قليلا، لكن انهالوا عليه بالضرب حتى سكن المستشفى. هنسمع متابعينا ونشوف القصة كاملة. بنرحب بيك. برحب بسعادتك. علي علشتك شوية. برحب بسعادتك. ايه اللي حصل يا حاج؟ اللي حصل ان ميعاده يسلمنا بشيته الساعة. مين ده الأول؟ اسمه ايه؟ وائل أحمد فتح الله. وائل ابنكم؟ اه وائل ابن. كان شغال فين بقى؟ شغال أمن حراسة في المستشفى العبور كفر الشيخ. تمام. لا استنذرت ميعاده ان هو يجيني البيت الساعة 8. تمام. الساعة جت 8، جت 9، جت 10، الولاد ما جاش، بدأت أقلق. فاتصلت على زمايله قال إن هو ابنك في العناية المركزة. ابنك في العناية المركزة، تمام. فاتحركت بسرعة، لشوف الظروف الصحية. جيت لقيته في العناية المركزة، قالك ده فيه حصلت خناقة وبالليل الساعة 3. ما تعرفش سبب دخول العناية المركزة لسه ايه؟ لا ما اعرفش ليه سبب، لما جيت زمايله بقى. تمام. ايه سبب المشكله؟ قال لك ان في اتنين قالوا ان احنا دكاتره وداخلين البتاع. داخلين عايزين يخشوا العنايه. عايزين يخشوا العنايه، فقال لهم طب استريحوا دقيقتين هشوف الدكتور بتاع استاذن منه واقول لكم تعالوا اتفضلوا. فراح استاذن من الدكتور قال له 5 دقائق، قال له 5 دقائق ودخلهم. الطبيب اللي هو المقيم في العنايه قال له 5 دقائق وخليهم يخشوا. بينفذ تعليمات. بينفذ تعليمات. تمام. هما قالوا ازاي نقعد 5 دقائق يا ابني 66 يا لو مغزى يا ابو لا بلاش 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 ارقص ارقص تمام كذا كذا وقام مدور الضرب فيه ازاي تيجي قام معتاد عليه وازاي تحكم ازاي وقام ناتش الطفايه وقام حمده بيقع في دماغه في حاله الضرب البتاع ده وضرب هما اتنين ما شاء الله جثث يعني لو شفت وائل ده تكسره على ايدك يعني سن 19 ثانيه ما اتنين دكاتره ما شاء الله الواحد في 30 سنه ولا بتاع يعني دي لو مغصب ما تقولش عليهم دكاتره نهائي المفروض يحترم اللي بيحافظ عليه. طيب بيحافظ على المرضى. حاله وائل دلوقتي عامله ايه؟ لا في غيبوبه حتى الان 48 ساعه حتى الان حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ثم البلطجيه. لا عايز لا لا مش عايزين نغلط في حد، كلم بس الاول اللي حصل كده باحترام وعرفنا ايه. انا بكلم وائل، برن على وائل عشان يطمئن على عمي اللي هو في العنايه المركزه. فوائل رد عليا مره وثاني مره، زميله ردت علي الساعه 4 الفجر قال لي في اثنين دكاتره اتهجموا عليه وضربوه بعبوه بطفايه حريق في اثناء تهديد عمله في قلب المستشفى العبور. فاحنا عايزين حقه وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يتعدى على اي فرد امن داخل المصلحه اللي هو بيتجه فيها. حضرتك والدته؟ اه انا والدته. قلمت بالخبر ازاي يا حاجه وكلميني كده؟ شفت وائل بقى؟ جلبت عليه. انا جلبت عليه، كان بيجي الساعه 8 وجلبت عليه. ورن عليه ما يردش، رن عليه ما يردش، رن عليه ما يردش، جه الظهر ادى وجلبت عليه، والاخر بضرب برن عليه تاني زميله قال لي ده في مضروب متعدى عليه اتنين بطفايه حريق وضربينه وجت لقيت ابني في غيبوب مخلعين الهدوم وفي غيبوب على الخراطيم وعلى الجهاز ولا بيرد على جهزي ولا بيرد من فوق ولا من تبقى لي يومين وما يعرفش حد معيش الا هو ما عايش الا هو، ما عايش الا وائل، اخو ميت عمناه بقالي سنه ما عايش الا هو، يتعدى عليه اثنين يضربوه يموتوه. انا بطالب حقي، لا بس عايزين برضه نتكلم نوصل رسالتنا كل احترام. كلميني كده يا ستي. انا بطالب حقي ابني وانا سايب حقي ابني. عايزين الساده ابنك بتقول ان ابنك توفى، كان عندك ولدين توفى الله واحد وربنا توفاه، رزق العمل ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه. ما عايش الا وائل،
اتعدوا عليه يموتوه. انت ما تعلمش بيا ده، انا اعصابي مش سايب، انا تعبانه من امبارح، انا تعبانه من امبارح، انا عاوزه ربنا يشفي لي وائل، بالمنظر اللي عايزه ربنا يشفي لي وائل. وائل اللي انا بشوف بيه معيش الا هو ابني الوحيد، وانا بطالب بحق، انا عاوزه حق وائل عشان وائل ابني محترم، وائل ابني محترم، وائل ابني محترم. تبقى له ايه؟ نعم. علمت بالخبر ازاي؟ علمت الموضوع ازاي؟ انا ما اعرفش الا هما بيرنوا عليها، ابوهم بيرنوا عليها اتاخر ما جاش، فجينا جاري على ايه؟ زمايله قالوا له مضروب في العنان المركز، جينا لقيناها راجل خلصان. احنا عاوزين حقه بس، مش عاوزين حقه فلوس ولا حاجه، احنا عاوزين حد من ضرب عمر ما في دكتور يعمل لنا حق الدين، عمر ما في دكتور يعمل. حضرتك كمان احنا لما جينا ودخلنا مع سيد الدكتور اللي هو مدير العمور، قال لك ان احنا عايزين نقعد ونصافى حقوقه وتاخدوها، جبنا كل الاطباء والكلام ده كله، فبصمنا وقلنا له عدد من فوق برضه. مش دي برضه مش دي مش فجاه، احنا بنتكلم على القصه نفسها. انا بتكلم على القصه. كلمني الاول بس، اتعرفت القصه ازاي؟ عرفنا القصه عليه من لما الواد اتاخر عن شغل، ازاي ما جاش الساعه 9 للساعه 10 زمايله رد، والاخر الزمايل يقول لك ده الواد في العنايه ومحدش زمايله رد. ما اتصلتوش بينا ليه يا ابني؟ قال لك هو اللي حصل في جماعه الدكاتره جم بالليل واعتدوا عليه وضربوه. طب السبب ايه يا ابني؟ تقريبا عايزين يخشوا العنايه، قال لهم بعد اذنكم هستاذن للدكتور وادخله. الدكتور مشهورا قال له 5 دقائق وهات. طلع يقول لهم كده، قاموا متعاملين معاه بالعوم. يقال اللي بالطفايه واللي يقال بالابتاس واللي يقال بالريد. وبعدين ايه ده جوز دكاتره الشباب، الواحد منهم ياكل عزب على واد قد كده، علو كده. يعني تحطه في جيبه، ده اسمه كلام حسبي الله ونعم الوكيل. اذا كان هو مفتري او عامل نفسه شايف نفسه، ربنا ينتقم منه ويوقف له الاقوى منه ويمسح فيه الارض. بس خلاص. حاله بنطالب بحد. حاله وائل دلوقتي، كلمني بقى على حاله وائل كده، الحاله الصحيه بالنسبه. ما فيش دقيقه ولا دقيقتين ويروح يشوف حاله في الحاله خالص. حاله سيئه خالص. ومشيبان احنا قاعدين اهو. عنده نزيف، عنده نزيف على ممكن. ما حدش راضي يريح. كتر الضرب عنده نزيف. يعني يعلم بحاله. وهم ولا حد سال حتى الان، يعني ما حدش عبرنا حتى ولا كلمه. واحنا يا دكتور يعني ما حدش عبرنا. اما جوز دكاتره يعملوا كده سابوا للناس التانيه. وائل كان بيشوف شغله داخل مستشفى العبور بكفر الشيخ، كان يقف فرد امن على باب العنايه المركزه طالب منه 2 اطباء على حد وصف الاسره خارج المستشفى. اطباء من خارج المستشفى جايين يزوروا حد وائل، واحده حاولوا يخشوا للاطمئنان على احد الحالات، فاستاذن وائل من الطبيب المعالج المقيم بقسم العنايه واللي اخبره انتظر 5 دقائق ودخلهم يا وائل. 5 دقائق بيقول لهم ايه اللي حصل بقى لما قال لهم كده؟ قالوا له احنا ازاي انت تقول لنا كده؟ عيل بشخ على راي الشهاد اللي هنا. قالوا الفاظ الشهاد اللي هنا الفاظ ما انتكبش. عايز اسمع واحد بس يا جماعه. الشهاد اللي كانوا هنا احنا سالناهم قالوا اتفزوا عليه وقالوا له انت عيل بشخ ومش عارف ايه والفاظ مش عارف ازاي تقول كده. انت مش عارف احنا مين؟ وقاموا ضاربينه بالكرسي وقاموا ماسكين الطفايه واحد بالظبط. حتى الراجل اللي شايف الواقعه من الاول جاب الطفايه على دراعه وعلى وقته. وائل اخ كان ليه اخوه توفى العام الماضي غرقا. وائل يمكس داخل قسم العنايه المركزه ينتظر دعاء المتابعين. وائل حالته العامه عامله ايه؟ لا تسيئه.